اليوم قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع مكاتب الأمم المتحدة إلى مدينة الرستن ضمن خطة القوافل للدخول إلى مناطق ريف حمص الشمالي. واليوم القافلة مكونة من أكثر من 40 شاحنة تكفي لاحتياجات المدنيين الموجودين في منطقة الرستن. طبعا القافلة مكونة من شاحنات محملة بالمواد الغذائية ومواد المياه والإسكان، بالإضافة إلى شاحنات محملة بالمواد الطبية والأدوية. نحن دائما نسعى إلى الدخول، وسوف نسعى إلى دخول مدينة الرستن وغيرها من مناطق ريف حمص الشمالي وأيضا ريف حمص الجنوبي، ونطلب من جميع الجهات تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل بشكل حيادي وبشكل إنساني لحماية المدنيين المتضررين من الأحداث الجارية في المنطقة.